مشاهدي الكرام، متابعي الجديدة نيوز، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في هذا البث، في هذا الروبورتاج من مدينة أزممرة، من قلب مدينة أزممرة. نتواجد اللحظة في ضيافة مجموعة من الأسر القاطنة هنا، بمجموعة من البيوت قصديرية والبيوت يعني اللي غير صالحة للسكن بتاتا، كما تشاهدوا معايا مشاهدي الكرام بالصور. يعني في قطنا هنايا لم يستفيدوا من البرنامج الوطني لإعادة إسكان، يعني ويعني في إطار لم يستفيدوا من مجموعة من امتياز المنح والدولة المغربية لقاطني يعني دور الصفيح وأحياء الصفيح، كما تشاهدوا معايا مشاهدي الكرام متتبعي الجريدة نيوز. هذه ما عندهاش فين الناس، يعني هذا هو ما بقاش عندي فين الناس، وضع مزري ما فيش فين الناس. تعيشوا قاطني هذه المساكن هنا بقلب أزممرة، هذه مساكن تابعة لحي الأمل على بعد أمتار قليلة من جماعة الزمرة قرب شارع المقاومة، كما تشاهدوا معي مشاهدي الكرام. إذا ظروف مزرية، ظروف مأساوية يعيشونها هؤلاء. بداية شريفية، شنو المشكل عندكم انتم هنايا؟ وليدي هذا المشكل عندنا ديال القطره وديال مكرفسين بزاف. نعم مكرفسين بزاف، ما هي ماشي مقولش انا ما كنعش في الليل، ما بقاش عادي في الناس. نعم بغيت نصلح براكتي ولكن ما قدرتش، خفت ما يجيو. قول لي، تلقيتوا وعود انه هاد المساكن ديالكم ممكن شي وعود مسؤولين انه غيريبوا لكم يعطوكم شي تعويض ولا يعطوكم؟ حنت جا عندنا الرئيس وجا عندنا الباشا، نعم، وقال لنا الا صبرتوا راه غادي يكون خير. راه جاو عندنا وفاش داروا لنا الواد الحار وداك الشيء، راه زعما راه قالوا هلينا هادشي، ولكن ما تيناش ناهمش، ما عندناش الماء، انا ما تيناش نقدر لا نسقي، ما عنديش فين الناس، بغيت نصلحها بالراكدي ما قديتش. نعم. خفت منهم، خفت يجي يريبوا لي، بغيت نصلحها بالراكدي ديالي. نعم من حقك لالا. اذا لازلنا نواصل هذا الروبورتاج من عين المكان، كما تشاهدوا معايا بالصور هنا يعني تواجدوا، قلت دائما بزامرة، قلت نعتذر يعني نعتذر للمشاهدين الكرام اننا نتمنى انهم يتعاونوا معنا هنا في اطار مهمة الإعلامية. نعتذر لكم جميعا. اذا نقول دائما في ضيافة مجموعة من قاطني هذه البيوت هنا والمساكين هنا، كما تشاهدوا معايا بالصور كما تشاهدوا معايا دائما في هذا البث والحصري على موقع الجديدة نيوز. هذا هو الواقع، واقع مؤلم. شريفية، السلام عليكم. تيا السلام، تفضلي. شنو المشكل عندكم انتم اصلا؟ تي ساكنه هنا ياك؟ اخويا انا ساكنه في هذا العشش، وتكرفسنا وتعذبنا، والمسؤولين ما داروا معنا والو، وكيجي التخام كنتاخموا عليهم، وكيجيو يشوفوا وما يديروا معنا والو، يزيدوا بحالهم، وفي الشمس كنهربوا طايبين، وفي الشتاء والقطرق، وحنا منقيين البانيوات وجامعين الفراش وهربانين، وما هي حالف، احنا راه معذبين بزاف ومكرفسين بزاف، وما كاينش اللي كيطل علينا ولا يطالع بينا ولا يشوفنا كديرين، راه ما هي حالف احنا، راه ما هي حاله. واليوم الله ينصر سيدنا، طبعا هناك يعني رعاية ملكية، هناك تدخل تعليمات ملكية يعني تعطيها المسؤولين ديالو على المستوى الأقاليم أو مستوى المدن، أنه من أجل خدمة قضايا الساكنة وخدمة قضايا المواطنين، لأنه هذا حق مشروع لكل ساكنة ولكل المواطنين المغاربة. الدستور المغربي أعطى مجموعة من امتيازات مغربة سيدنا من خلال مجموعة من البرامج الوطنية ومن خلال مجموعة من التعليمات، يعني ضرورة إعادة إدماج الساكنة في النسيج الجمعوي والاقتصادي وضمان حياة وعيش كريمة. يعني هذا كما شاهدنا بالصور دائما من خلال شهادات الحية اللي جات على لسانكم، وضعية مزرية تعيشون هنا بهذا المكان، بهذه يعني البيوتات اللي هي آيلة للسقوط، جلوة تعرضت لتصدعات للشقوق، غياب يعني الماء صايح الشرب، غياب واد حار
يعني تلقيت وعود من مسؤولين باعاده تهيئه واعاده تاهيل لهاد المساكين والتعويض ديالكم. يعني للاسف لحد الان وعود لم تحقق، وعود كاذبه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن الجهات الوصيه ان تحقق احلام هذه الساكنه. اذا مشاهدي الكرام متابعي موقع جديده نيوز، اودعكم على امل اللقاء بكم في مناسبه قادمه بحول الله.